باسم الآب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين. في مرة واحد سألني سؤال وقال لي ابني ممتاز جدا في الدراسة وبيطلع الأول باستمرار وتقاريره كلها امتياز امتياز امتياز، ولكن مع ذلك تصرفاته مش سليمة، فأعمل إيه مع الموضوع ده؟ قلت له ابنك إنسان ذكي وبذكائه بيطلع الأول وبياخد امتياز، لكن الذكاء ليس كل حاجة، في أشياء لازم تكون جنب الذكاء وفي أشياء معطلات معطلات للذكاء، مش كل حاجة في الذكاء، يعني هناك الطباع والطبع جايز يعطل الذكاء، إنسان مثلا من طبع النرفزة وممكن النرفزة تعطل الذكاء، ممكن إنسان ذكي جدا وفي وقت من الأوقات يتنرفز نتيجة نرفزته كل ذكائه ضاع عليه. في إنسان مثلا له طباع معينة تعطل ذكائه، زي إنسان مثلا يحب يكون الأول باستمرار، نتيجة كده في أي موضوع يعرض يروح داخل في الأول قبل ما يدرس قبل ما يفكر قبل ما يصلي حتى من أجل الموضوع قبل ما يشاور غيره، وبالسرعة دي يضيع حكاية ذكائه. السرعة دي تخلي الإنسان يحب باستمرار إنه هو اللي يبتدي، فيضيع كل حاجة نتيجة ذكائه. وبهذه السرعة يكون في سطحية في كلامه وما فيش عمق في كلامه، ويبقى رأيه لا قيمة له على الرغم من الذكاء الموجود. ما دام الحكاية بالشكل ده يبقى الواحد لازم ينتصر على طباعه ولا تكفي السطحية. في أشياء كثيرة معطلة للذكاء، منها الطباع طباع الشخص تعطل ذكائه،
الزكاة لوحده لا يكفي، إنما يحتاج الإنسان أيضاً إلى الخبرة. بالخبرة يضيف الإنسان حياة أخرى إلى حياته، وإن ما كانش عنده هو خبرة ممكن يستعين بخبرات الآخرين. وعلى رأي المثل اللي بيقول ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. إذا كان التاريخ اللي في حياتك لا يكفي، ممكن تأخذ تاريخ المشيرين الذين يشيرون عليك بحيث أن تكون مشيرتهم سليمة. يعني المشورة كويسة، يعني في ناس ياخدوا مجرد عبارة من الكتاب المقدس أو عبارة من بستان الرهبان ويبقى كل ده يتصرفوا فيه بلا معرفة. يعني مثلا يقول لك القديس أرسنيوس قال كثيرا ما تكلمت فندمت، وأما عن سكوتي فما ندمت قط. فيعتبر أن السكوت هو الحل في كل موقف. سواء في مواقف كلمة منك تحل مشكلة يكون ساكت برضو، أو موقف عايز كلمة عزاء أو كلمة تشجيع وأنت تفضل بعيد ساكت فتبقى غلطان. إذن لابد في كل موقف من المواقف أنك أنت تتصرف بحكمة، مش مجرد قريت كلمة. مش بس القديس أرسنيوس، ده الكتاب المقدس بيقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية. يبقى أنت برضو ما تتكلمش في مواقف يجب فيها الكلام فتكون مخطئ. حاجة تانية تلزم للإنسان إلى جوار العقل التغصب. يعني مش في كل وقت بتجد الأمور سهلة أمامك، لازم في وقت من الأوقات تغصب نفسك على عمل الخير.
في وقت من الأوقات لازم تغصب نفسك لترك خطية لكي تصل إلى التوبة. وخصوصا في العالم الحاضر، في العالم الآتي مفيش مجال للتوبة، المسألة راحت. لازم تغصب نفسك، عقلك عارف ان دي كويسة لكن لازم تغصب نفسك انك تعملها. تلاقي انت مندفع الى اتجاه معين وارادتك بتدفعك دفع، لكن الوضع اللي انت ماشي فيه مش مظبوط، بتغصب نفسك. عايز تتكلم وإرادتك تقول لك لازم تقول، لازم تعمل، لازم تتكلم، لازم تعرض الموضوع ده، ويكون كل ده غلط، يبقى تغصب نفسك انك انت ما تعملش. في حاجات الواحد يخاف يعملها امام الناس احسن ينتقدوه، لكن يعملها امام الناس، امام الله، فيبقى تغصب نفسك ان الحاجة اللي ما تقدرش تعملها امام الناس ما تعملهاش في الخفة ولا أمام الله. بغصب النفس يصل الإنسان إلى التوبة ويصل إلى إرضاء الله في الخفاء ويصل إلى الحكمة. في حاجات تانية علشان تسير في حياة الحكمة هو انك انت يعني لا تنفذ طريقا واحدا في كل وقت، وخصوصا الآباء الكهنة عليهم الكلام ده. يجي واحد يديله نصيحة، واحد تاني يديله نصيحة أخرى، لأن كل مجال وليه وضع معين الواحد يمشي فيه. فمثلا جايز واحد يسأل أيهم أفضل، الطيبة أم الحزم؟ في شخص تلاقيه حازم باستمرار، وآخر تلاقيه طيب باستمرار، لكن لابد من الحكمة متى تستخدم الطيبة ومتى يستخدم الحزم. السيد المسيح كان طيب في أوقات كثيرة، وحنين وعطوف، وكان لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. ومع ذلك في وقت آخر كان يقول الويل لكم إلى آخره، زي ما فعل ما كتبه الفريسيين في وقت من الأوقات. كان طيب جدا في معاملة المرأة السامرية وفي معاملة المرأة المضبوطة في ذات الفعل.
لكن في أوقات أخرى كان بيشرط، زي ما بقول ما كتب الفريسيين، يا ما قال لهم الويل لكم أيها الكتب الفريسيون البراءون. في وقت من الأوقات قال بطرس توباك يا بطرس، أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. وفي نفس الإصحاح، في نفس الإصحاح متى 16، قال له اسب عني يا شيطان، شيطان بطرس، أنت معثرة لي. كل وقت له مجاله وله كلامه. في تطهير الهيكل مرة مسك الكرباج، مسكوا المين للباعة، الباعة اللي بيروحوا ويجروا، ولكن في نفس الوقت لما يفعل هكذا مع الباقين ناس، قال لهم ارفعوا هذه الأواني من هنا، وناس تانيين زقلهم الأواني تنكب على الأرض. لكل حالة ما قالها الإنسان الحكيم ما يمشيش بآية واحدة في كل وقت ولا بطبع واحد في كل وقت، إنما يختار الوضع السليم. سواء في الكلام أو في الصمت أو في سواء في التوبيخ، في كل حال له مجال. دي الحكمة اللي الواحد يمشي بيها في حياته. أنا مش عايز أتكلم معاكم كتير، كفاية الكلمتين دول. واتفضل. الخير سرها تنتهي.